السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجمل خمسة أحلام تدل على الخير والرزق الكثير، هنيئا لمن رآها أثناء نومه. تابعوا معنا الفيديو للتعرف على هذه الأحلام، لكن قبل أن نبدأ المرجو منكم ترك إعجاب لهذا الفيديو لنستمر في نشر هذه النوعية من الفيديوهات، ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركته كي يستفيد منه كل مسلم، فالدال على الخير كفاعله. إخواني الكرام، الكثير منا يرى أحلاما خلال نومه، ومنها أحلام تدل على الخير، ومنها أحلام حزينة وتؤول بتفسيرات غير محمودة. وفي هذا الفيديو سنتحدث عن أنواع الأحلام السعيدة التي تحمل بشارة خير ورزق. أجمل خمسة أحلام تدل على الخير. أولا، قراءة وسماع القرآن من الرؤى المبشرة بالخير وتفريج الكرب والتخلص من الهموم المتراكمة عليك. ثانيا، الصلاة وذكر الله والمسجد والمسبحة، كل هذه دليل على الرضا بقضاء الله، وشراء هذه الأشياء يعني الحصول على نعم وخيرات وفيرة من دون مجهود. ثالثا، حلم تناول التمر والطواف حول الكعبة بشارة بالخير، وربما الذهاب لأداء عمرة أو حج. رابعا، حلم المرأة الجميلة. المرأة الجميلة دليل على الشفاء من الأمراض وتحقيق الأهداف والطموحات، وربما يؤول بالحصول على عمل جديد أو تحقيق أرباح من التجارة. خامسا، حلم الملابس الجديدة أو البيوت الجديدة. الملابس الجديدة أو البيوت الجديدة والمفاتيح دليل على سعة الرزق وفك الكرب وتسهيل الأمور والخيرات. أحلام أخرى تدل على الخير والرزق، منها رؤية ثمار الموز في المنام، فهي من الرؤى المبشرة بالحصول على خيرات ورزق كبير، وربما تؤول بالحصول على ميراث، كما تشير رؤية الموز للحامل على إنجاب مولود ذكر. من الأحلام التي تدل على الخير كذلك رؤية الفراولة، فهي دليل على الخير وتولي مناصب مرموقة، كما تعبر عن الهداية والصلاح في الدين. رؤية الأطفال المعافين بشارة بالتمتع بالراحة النفسية والطمأنينة والشعور بالأمان والسلام الداخلي، فهي رؤية مريحة للأعصاب. شروق الشمس دليل على بداية جديدة أو تولية وظيفة جديدة، كما تعبر عن الزواج. زيارة المدرسة دليل على النجاحات والتطورات الملحوظة والتفوق في جميع المجالات. تناول الماء من البحر أو فتح الأبواب والأقفال أو الاستغفار، كل هذا بشارة بالخير واستجابة الدعاء وتحقيق ما يتمنى. أحلام أخرى تدل على الخير. الماء الصافي دليل على تطهير النفس والتخلص من الذنوب، فهي بشارة بالتقرب من الله وفتح صفحة جديدة خالية من المعاصي. رؤية الطاووس، وتشير إلى أنه يكون من أصحاب العقارات وحصولها على مكاسب رهيبة، وربما يكون مليونيرا. رؤية العصفور اللطيف والجميل دليل على سماع أخبار سعيدة والزواج من شخص ثري، كما يرمز إلى الخير والأموال الوفيرة من دون مجهود شاق. رؤية تنظيف الأسنان هي دليل على الخير وحدوث تغييرات إيجابية والتمتع بمكانة مرموقة في المجتمع. رؤية البكاء وضيق التنفس دليل على الفرج والتخلص من الأعباء المسببة للهموم والأحزان. الركوب فوق البقرة وقيادتها دليل على التخلص من العقبات التي تقف في طريق سعادتك، فهو فعل حسن بالخير والأموال الكثيرة. ارتداء حذاء جديد دليل على الانتقال إلى مرحلة جديدة أفضل، كما يشير إلى السعادة الكبيرة التي تغمر قلبك. الإنجاب أو رؤية طفلة صغيرة، فهي بشارة بالتغييرات الإيجابية. لبس الخاتم يعبر عن قدوم الخيرات الكثيرة. رؤية السيارة تشير إلى تحقيق الأمنيات والحصول على رزق وخيرات وفيرة من دون بذل مجهود كبير. رؤية النجوم في السماء صافية ترمز إلى النجاح وسماع أخبار سارة. رؤية محل الجزارة يعني استجابة الدعاء، كما أنه بشارة بالحمل القريب لمن لا ينجب. الجبن الأبيض يعبر عن الأموال الكثيرة والتخلص نهائيا من المشاكل والصعوبات. رؤية العسل والشرب من ماء زمزم بشارة بالشفاء والتخلص من الأمراض. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع. إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد، ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي تعم فائدته، فالدال على الخير كفاعله.